ولن تمحى من ذاكرة العالم بأجمع. دكتورة هبة، دعيني أنتقل بهذه النقطة إلى ضيفي من لندن سيد مكرم. الكل، العالم أجمع تابع الصور التي شاهدناها بالأمس من داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، وشاهدنا ردود فعل، دعني أركز معك على ردود الفعل الأوروبية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال نثق في قوة الديمقراطية الأمريكية، أنجيلا ميركل التي قالت إن دونالد ترامب يتحمل مسؤولية ما يحدث، وما قاله بوريس جونسون حول أن هذه الصور التي شهدناها هي صور مخزية. هل يحق لهؤلاء الزعماء انتقاد ما حدث بالولايات المتحدة بالأمس، مع العلم أن هناك طرف آخر يقول إنها ديمقراطية هي التي دفعت إلى هذا مثل هذا التصرف؟ طابت أوقاتكم أستاذة ياسمين، وعلينا هنا وقد يفيدنا أن نفرق ما بين مشهدية الحدث ومعنى المشهدية. مشهدية الحدث هي كل الأوصاف التي ذكرها الضيفين الكريمين بما يتعلق بعملية الاقتحام وحيثياته وآثاره ونتائجه الأولية على الأقل، ولكن معنى المشهدية هو أعمق من ذلك ويتركب من مسألتين. المسألة الأولى هي الانقسام الكبير والعميق في المجتمع الأمريكي، واستعمالنا لفردية أو مفردة الانقسام ليست بسيطة أو سطحية، وإنما نحن نتكلم صحيح عن نموذج من عدة آلاف أو عدة مئات من الذين اقتحموا الكابيتول أو مبنى الكونغرس يوم أمس، ولكن بالأحرى نحن نتكلم عن حوالي 45% أو حوالي 70 مليون ممن صوتوا انتخبوا هذا الرئيس دونالد ترامب. إذن إذا ما حللنا الخطاب السياسي لدونالد ترامب ليس فقط منذ الآن، منذ الأشهر الأخيرة لحملته الانتخابية ضد جو بايدن، لا بل إذا عدنا إلى الحملة الانتخابية في 2016 ضد هيلاري كلينتون، نجد أن المفردات، مفردات خطاب دونالد ترامب هي ذاتها، لا بل أكثر من ذلك، إنما حدث تصعيد على لغة الكلام والألفاظ من حيث إذا ما حللنا لغته السياسية. وهذا يعني أنه ولمدة خمسة أعوام قام دونالد ترامب، وهنا أنا لا أحكم ولست أمريكيا ولا ديمقراطيا ولا محافظا ولا جمهوريا، أحكم من الناحية الأكاديمية، إذا ما حللنا خطابه وممكن إثبات ذلك بالكلمة والإحصاء، نجد أنه ليس لكي يحشد القاعدة الانتخابية، قام باستعمال مفردات في أساسها تدعو إلى التشدد والتطرف والفتنة، لا بل كان هناك نوع من الدعوة إلى استعمال العنف، وحتى ليس دائما استعمال العنف المبطن، وأكثر من ذلك لم يندد على الإطلاق بأي عنف حتى. طيب دعني أربط بين ما قلته وبين سؤالي الذي طرحته عليك قبل قليل. نعم، سيد مكرم. نعم، هذا الخطاب معروف لدى الحلفاء الأوروبيين قبل 4 سنوات، حتى في حملة دونالد ترامب الانتخابية قبل انتخابات 2016. لماذا الحديث أو التنديد اليوم مع أن هذا الخطاب كان معروفا حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا؟ نعم، هنا نتكلم عن 3 محاور، المحور الفرنسي والألماني والبريطاني، وهذه المحاور تختلف عن بعضها البعض رغم التنسيق. المحور الفرنسي ضم بداية عندما دعا ماكرون ترامب وزوجته إلى تور إيفيل وإلى هذا العشاء الفاخر الباريزي، ظن ماكرون أنه سيؤثر على ترامب، ولكن رويدا رويدا لاحظنا أنه خسر
ترامب بين أصابعه، وأيضا ميركل التي حاولت إقناعه بأن يبقى في الاتفاق النووي مع إيران، وأيضا رجعت بخفي حنين. إذن هما الاثنين ميركل وماكرون توصلا إلى حل الانفصال، تصور أستاذ ياسمين، عن أمريكا وعن حلف الناتو، وخططا لإقامة جيش أوروبي طيب بدون الناتو وأمريكا. سيد مكرم، سأعود إليك إلى ما يمكن أن نشهده من امتداد لما يحدث في الشارع الأمريكي في بريطانيا، خصوصا ونحن نعلم مدى الارتباط، وهنا ربما كنت تريد أن تتحدث عن المحور البريطاني تحديدا في شخص بوريس جونسون. سيد مكرم، أعود معك إلى النقطة التي تحدثت فيها قبل قليل، والحديث عن الامتداد البريطاني لما يحصل بالولايات المتحدة الأمريكية، وربما هنا أعرج على ما شهدته بريطانيا من تظاهرات عقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن يكون المتعاطفون مع ترامب في بريطانيا على موعد مع تظاهرات جديدة أيضا في بريطانيا، خصوصا وأننا لا نعلم ما قد تحمله الأيام المقبلة في الولايات المتحدة؟ تقليديا هناك ما يسمى بين بريطانيا وأمريكا العلاقات المميزة أو الخاصة، أو ما يسموه بالإنجليزية special relations، وهذه دائما طبلوا وزمروا لكي يبرزوها. ولكن بما أن بوريس جونسون هو ممن قادوا استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، فعندما جاء ترامب إلى بريطانيا وزارها مرتين بشكل رسمي، ترامب في محادثاته مع بوريس جونسون قال أنه معجب ببوريس جونسون، ووعده بتوقيع اتفاقيات كبيرة لتعويضه عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبذلك يكون قد أثار لعاب الطمع لدى جونسون ذاته. ولكن في بريطانيا توجد فعلا دولة عميقة، وجونسون الآن كل الاستفتاءات واستطلاعات الرأي العام تشير إلى هبوط شعبيته بشكل كاسح بسبب فشله إدارة أزمة حرب الكورونا، وبالتالي هو خائف جدا من أن تكون هناك نتائج عكسية. وسمع لي كلمات واستشارة مستشاريه، وقام وبشكل كبير وسريع بالتنديد بهذا العنف لئلا يحصل العنف في لندن. ونحن شهدنا في سنين ماضية عنف في لندن، ليس في البرلمان ذاته داخله، مع أنه كان قريبا من ساحة البرلمان وداونينغ ستريت وويستمنستر، ولكن في هذا التنديد يكون بوريس جونسون قد أراد أن يلحق بالمركب أو يطرد المركب قبل أن يأتي إلى الشواطئ البريطانية. وضحت هذه الفكرة. في الدقيقة المتبقية أود أن أطرح آخر سؤال عليك سيد مكرم فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الأوروبية. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشغل بالشأن الداخلي عن ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك مع الحلفاء الأوروبيين، أم أنه مثل ما قال بايدن في كلمته قبل قليل ستتجاوز واشنطن ما حدث في أيام قليلة؟ أمام بايدن ملفان كبيران، الملف الأول هو داخلي والآخر خارجي، والملفين مربوطين ببعضهما البعض. أعتقد أن بايدن يعرف تماما أن ما يحصل الآن في أمريكا ليس جرحا سطحيا، وإنما مرضا عميقا مزمنا من التطرف والتشدد نحو اليمين. وبالتالي ما يريد أن يفعله بايدن هو إعادة أمريكا لبعضها البعض لكي تلتئم الجراح داخليا، وأن يعيد الهيبة بعد الهزائم التي حولها ترامب لطبعا العالم كله. سيعيد، أعتقد أن بايدن سيعيد أمريكا إلى اتفاق المناخ وإلى الاتفاق النووي مع إيران، وسيعيدها إلى بقية الاتفاقيات داخليا بما يسمى بالأوباما كير، خدمة الرعاية الصحية وغيره من الاتفاقيات.
ضيفنا من لندن أستاذ الإعلام السياسي دكتور مكرم خوري مخول، وأيضا أشكر ضيفينا من واشنطن. مشاهدينا إلى اللقاء.